بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يشرفني أن أشارك في هذه الإطلالة الرمضانية المباركة التي تنظمها منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة بمناسبة هذا الشهر الفضيل. وقد اخترت لكم موضوعا لهذه الحلقة بعنوان خطاب القرآن الكريم للمختلفين والمخالفين. كثير من الناس يخلطون في خطاباتهم بين التعامل مع المخالفين والتعامل مع المختلفين. فالدائرة الثانية، دائرة المختلفين، إنما هي سنة كونية تقوم على التنوع وعلى الاختلاف في المرجعيات والمعتقدات، ومعيار التعامل فيها قول الله سبحانه وتعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وقواعد التعامل مع هذه الفئة مبنية على العدل والإنصاف: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وكثيرا ما كان الإنصاف مدخلا لكثير من الناس للتأمل في قيم القرآن الكريم ومبادئه السامية، ومن ثم الانفتاح على هذا الدين العظيم والإقبال عليه. أما التعامل مع المخالفين فهو شكل آخر من الخطابات الإصلاحية في القرآن الكريم، والتي تتحدث عن المشتركين معنا في الدائرة نفسها وفي المرجعية نفسها، لكنهم يقعون في أخطاء ومخالفات سرعان ما يتم جبرها بالتوبة والأوبة إلى الله سبحانه وتعالى. ولم يحكم الشرع الحكيم على المخالفين بأي نوع من أنواع الإقصاء والعزل و الطرد وغير ذلك، لأن رحمة الله تعالى وسعت الجميع، ومن ضمنهم طبعا المخالفون. فلذلك كانت التوبة وكان الأوب وكانت باب الرحمة مفتوحة أمام هؤلاء، حيثما أرادوا وكيفما أرادوا وحيثما شاءوا وكيفما قرروا، لأن الله سبحانه وتعالى جعل أبوابه مفتوحة للجميع من أجل جبر الأخطاء والسرعة بالأوبة وإصلاح الذات، من أجل العودة مرة أخرى إلى نفس الطريق السوي المستقيم. فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن نخلط بين المختلفين والمخالفين، وإنما مناط كل ذلك في القرآن الكريم وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سيرته قائمة على ضرورة التمايز بين الفريقين، فريق المخالفين وفريق المختلفين. وفي كل الأحوال الشريعة الإسلامية مستوعبة لكل الذين ترسموا طريقها ودخلوا في دائرتها، وفي نفس الوقت الذين هم خارج هذه الدائرة، والذين يظل دائما أمل الإسلام في أن يكونوا ضمن دائرة الإسلام مقتنعين بمبادئه وقيمه السامية العليا، ذلك أن هذا الخطاب الكريم هو خطاب مستوعب، خطاب الله تعالى للعالمين. قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وأول آية في القرآن الكريم في سورة الفاتحة قول الله سبحانه وتعالى: الحمد لله رب العالمين. ذلك هو خطاب القرآن الكريم الذي يستوعب الجميع كما قلنا، ويفتح الباب أمام التائبين والعصاة كما يفتحه أمام المختلفين الذين يبقى الأمل دائما قائما على ضرورة بناء العلاقة معهم على الحوار والجدال والقول بالتي هي أحسن.
رمضان مبارك سعيد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.